ما رح نحكي كتير تفاصيل عن التايلور ميد أتوليه، لأنه بكل بساطة الماتيريالز والمواد يلي رح نفرجيكن إياها رح تنقلكن الصورة كأنه كنتوا معنا بهالزيارة. بس لازم نخبركن إنه الفراري تايلور ميد بروجرام مقسوم لثلاث فئات، بيختاروا بيناتهم زبائن فراري حسب المود والذوق يلي بيناسبن ويلي حابين يصنعوا سيارتهم من خلاله. أول فئة هي الكلاسيكا، وهي مثل اسمها بتعود لعرائد سيارات فراري الكلاسيكية، وين الفخامة والأليجنس هن العنوان الأساسي. اهلا وسهلا فيكم بالتايلور ميد اتوليه بمارانيلو، ونحن برفقه شخص مميز بموتور شو ومميز لكل اللي بيحبوا فراري بلبنان، تحديدا حسن حيدر رئيس سكودريا لبنان وكلاء فراري الرسميون والمعتمدين. اهلا وسهلا فيك ببيتك وبالمحل اللي انت من الاكثر اشياء عند سكودريا بتعني لك، اللي هي هالمكان الجميل جدا، وين بالاضافه لكل الاشياء تنعمل عند فراري بيحط البيرسونال تاتش تبعه. خبرنا شوي عن تايلور ميد، خبرنا شوي كيف بيعملوا الكستمايزيشن لسياراتهم زبائن فراري هون. اول شيء شكرا على الانترودكشن الحلوه. تسلم. التايلور ميد بروجرام هو يعني فرصه لل الزبون المميز بفراري لا يعلي درجة التميز والاكسبيرينس مع فيراري، وهي يعني بتبلش باجتماع بمارانيلو، بيجتمع يعني مع ديزاينرز ليعمل ديزاين لسيارة اللي هي اللي بتعبر عن شعور الخاص للمستهلك. هيدا البروسس يعني هو اللي بيعطي مثل ما بقولوا نتيجة الواحد يحقق أحلامه. الألوان اللي بيحب يستعملها، المواد، في بالألوان ببلش، طبعا بتبلش بالألوان. الألوان يعني في ألوان من الألفات الألوان الموجودة، وفي ألف كمان لون لإله مثل ما عمل مستر حيدر، صار في عنا لونين بيحملوا اسم لبنان، ما هيك؟ نعم، عنا روسو لبنو الأحمر لبنان، وعنا جيالو لبنو والأصفر لبنان. فهي هيك بتبلش السيارة لما تبلش تصميم السيارة، وبعدين بفوتوا ببلشوا بالأشياء مثلا بالجنوطة، يعني ما في حدود لهالشيء. ما هون عم نشوف مثلا الخشب يلي فيك تلاقيه بداخل السيارة مع الانجريفينج، مع التطعيم بالداخل الألومنيوم، ومثلا عندنا كمان لذر من يعني ستيتشنج، انواع التخييط، انواع الدرزه دبل ستيتشنج، وعندنا اياها فيها تكون اس تي 1 او اس تي 2 كمان، وغير هيدي كمان أدخن كمان. هيدي أدخن طبعا. نحن بالكلاسيكا سكشن رح نشوفهم كلهم، نحن عم نحكي نحن وياك هلا، رح نبرم نحن وياك. كفي خبرنا عن موضوع التايلور ميد. اول شيء بأخر البروسيس لواحد يستلم سيارته، هو اذا يعني طبعا هيدا الشيء مثل ما قلنا ما في حدود له، فاذا في ناس يعني طلبوا اشياء ممكن لتحصيل الرو ماتيريالز يعني بتاخذ شويه وقت، بس عاده انا الخبره تبعيتي انه امرها بتاخذ شهر شهرين اكثر، بس طبعا اذا في شيء ما موجود وكان في طلب كثير صعب يمكن ياخذ كم شهر زياده. ثاني فئه هي الانيديتا، كمان مثل اسمها التوجه هو اكثر على الانوفيشن او الابتكار على صعيد الألوان، المواد ومزيجهم مع بعض
إضافة طبعاً لاعتماد المواد الحديثة ويلي صارت على الموضة مؤخراً. مستر حيدر، قديش فينا نروح بالكستمايزيشن؟ قديش بيجاوب معنا عن فراري لنقدر نعدل نحن بسياراتنا؟ نديم، نحن ما في ليميتيشن، اتس انليميتد. يعني مثل ما بتطلع، مثل ما عم تشوف هون، في اشياء بالماتيريالز. مثل هون اذا حدا حابب يحط هيك ماتيريال، يعني بيشوف مثل البدلات الرسميه تبع الرجال، ففي عنا وكله مصنع باحسن ماركات بالعالم. هون حدا حابب يستعمل الجينز، شيء بيعني له حلو. يعني الواحد بضل عنده ذوقه؟ طبعا ذوقه، ما حدا بيقرب صوبه من هالناحيه. يعني هو فري تو تشوز وات ايفر هي وانتس، يعني مثل ما بده بيصير هو. يعني اذا حابب يحط احمر وزهري مع بعض، هيدا شيء بيرجع له. كمان هون اذا فيك تشوف الكربون، عندنا كثير اوبشنز بالكربون. هيدا كربون احمر، في عندنا كربون ازرق، في عن يعني عدة ألوان من الكربون موجودة. والماتيريالز مثل ما تشوف اللادرز هون، هون هول كلهم كمان يعني صنع أحسن ماركات. وفيها تكون تكنيكال، وفيها تكون كمان كلاسيكال، وفيها تكون سبورت. الأوبشنز آر أنليميتد. الفئة الثالثة ويلي اسمها بيختصر كل شي عنا هي سكودرية. بكل بساطة، المواد بهالكاتيجوري كلها مستوحاة من عالم فراري بالموتور سبورتس والهاي تاك. ففيكن تبلشوا مع الكاربون فايبرز والألوان يلي بتحبوها، وما بتخلصوا بألوان الجلد والألكانترا الفاقعة والرياضية بامتياز. وقبل ما نترككم تكفوا تتعرفوا على روائع التايلور ميد أتوليه من فراري، حابين نخبركم انه مش بس فيكن تعدلوا سيارتكم من الخارج والداخل مثل ما بتحبوا، فيكن كمان تعملوا الشنط وكل الاكسسوارز من بيت العوينات لشنطة الجولف عزوقكم، ومن المواد نفسها يلي صنعتوا فيها سيارتكم. نترككم برفقة كاميرايات موتور شو بجولتنا على الفراري تايلور ميد أتوليه.
قصير ومنتابع جولتنا بداخل الفراري تايلور ميد أتليه. مرحب فيكم من جديد. جولتنا بالفراري تايلور ميد أتليه بتكفي حصرياً من مارانيلو، وإذا بالجزء الأول شفنا المواد والخشب والجلد، رح ننتقل هلأ لنشوف كيف بيصيروا هالمكونات بس ينشغلوا مع بعضهم على المقاعد وبغير أماكن بالسيارة. Thank you.
سيارات فيراري هي اصلا سيارات سعرها غالي، ومع التيلر ميد بتصير بعد اغلى، صحيح؟ اللي بيعمل تيلر ميد بيعرف انه السعر مبرر، وهيدا الشغله الحلوه فيه انه في مثلا ياخذ شغله وفي ياخذ شغلتين، وفي من بعد ما في بريشر عليه، يعني يمكن يلغي المشروع كومبليتلي او يعدل فيه. يعني بكلمتين، كيف نوصف التيلر ميد بروجرام على فيراري؟ نديم بدي لك شغله، بتعرف انت اللي عنده فيراري شخص مميز، ولما يعمل تيلر ميد بصير مميز من المميزين. بلشنا حلقتنا من داخل الفيراري تيلر ميد أتوليا بإيطاليا، شفنا الألوان والمكونات كلها، وهلأ صار وقت نشوف البعض من السيارات خالصة وتعوا نبلش مع الـ F12 الحمراء يلي سقفها بيانو بلاك داخل مزيج بين كمان بيانو بلاك وجلد وتكنيكال فابريك. تفرج نبقى بأجواء الـ F12 ومننتقل لهاللون العناب الإكسكلوسيف والنادر جداً. أما الداخل فمن الألكانترا الأسود ممزوج بالكربن المصنوع من نفس لون السيارة. ننتقل على هال 458 سبايدر الحمراء مع تعديلات خاصة فيها من الخارج والداخل. We'll be right back.
أكيد انتبهتوا أنه تم اعتماد طريقة كيشيتورا لتنجيد الفرش على غير عادة الدايتونا سيتس المألوفة أكثر داخل سيارات فيراري. نبقى من ضمن الـ 458 ومنشوف هالإيطاليا بلون بردقاني خاص فيها جداً مع سترايبس بالوسط وجنوطة بلون كحلة مثلهم مثل كاليبر لبريكس. أما الداخل ففينا نقول إنه شغلة كبيرة مع هالأزرق السماوي والأسود اللميع على الداشبورد وكلهم مكحلين بنفس لون الأورنج الخارجي. وحب مالك هالسيارة إنه يصنع الباجز وكل الأكسسوريز لنقل أغراضه الخاصة من نفس نوع ولون الجلد الأزرق. منضلنا بأجواء الـ 458 ومننتقل لسبايدر تانية بلون إلكتريك بلو من الخارج مع كاليبر صفر وأورنج انتيريور مع كاربون فايبرز باللون الكحلي بيعمل كونتراست قوي كتير مع لون البردقان الفائع. نختم سوا لاين اب الـ 458 مع هالسبيتشيالي بلون أحمر قوي جذاب جدا مطعم بسترايبس وجنوطة باللون الأبيض. نفس الشي بالنسبة للإكزوست بايبس. الداخل بهالسبيتشيالي بعد رياضي أكتر بفضل الألكانترا والتكنيكال فابريك الأسود المكحلين بالأحمر كيف ما اطلعتوا.
بدوره مالك هالسيارة حب يصنع لها الشنط الخاصة فيها من نفس المواد المستعملة وطبعاً نفس الألوان. وبنختم نحن وياكم هالمجموعة من التايلر ميد فراريز مع هالأف أف السوداء مع كاليبر صفر. أما بالنسبة للداخل فتم اختيار الكويو وهو هالبني الفاتح المكحل بالأسود إضافة لاستعمال الكاربون فايبر الأسود بكثافة. هيدي كانت فكرة عن كيف معقول تصير سيارات فراري وقتها يلي بتختاروها من ضمن التايلر ميد بروجرام. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.